السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة كويزين سميرة ديزات. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا اطيب تحلية تجي راقية رغم بساطة المكونات ديالها. اذا كان عندك نص لتر الحليب، حبيبة بنان، كمشة فراولة، باتا فلان فاني، ادخلي تشوفي طريقة التحضير. اذا كان عجبك الفيديو ما تنسيش ديري النجم. نتمنى لك فرجة ممتعة حبيبتي. باش نحضروا هذه التحليه نحتاجوا هذه المقادير. عندي هنايا نص لتر تاع الحليب، عندي ثلاثه ملاعق كبيره نشا ولا مايزينا، ثلاث ملاعق ما يكونوش معمرين بزاف، عندي ملعقه كبيره من السكر، عندي حوالي 50 غرام شوكولا بيضاء. الا كان ما عندك شوكولا بيضاء ممكن تعوضيها بزوج مغارف واحد اخرين تاع السكر، هكذا باش التحليه هذه يعني تجيك معتدله في الحلاوه ديالها. وللتعطير عندي هنايا مغرفه صغيره من لافاني السائله. في التحليات من الاحسن نستعملوا هاد لافاني السائله، طبعا الا كان ما عندكش استعملي هذيك تاع الغبره، كيما تقدري تعطريها بشويه تاع مزهر. نجوزوا الان مباشره لطريقه التحضير. ناخذ كسرونه نحط فيها هذيك نص لتر تاع الحليب، نزيد عليها مغرفه كبيره تاع السكر، ونزيد عليها هذوك 3 ملاعق كبيره تاع النشا، ما يكونوش معمرين بزاف. نحطهم بارد في بارد، ونحط الكسرونه ديالي فوق النار، ونبقى نخلط حتى تعقد معايا هاد الكريمه. هذه الكريمه ديالي هاي ليك هنا راهي عقدت. نرمي هذيك 50 غرام تاع الشوكولا بيضاء، من الاحسن نقطعوها الى قطع تكون صغيره باش تذوب لنا تمتم. نطفي عليها ونبقى نخلط حتى تذوب هذيك الشوكولا. نزيد عليهم الان في الاخير كامل مغرفه صغيره تاع لافاني، كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بما زهر. نخلط مليح، هنا طبعا راني موجده لي فيغين ديالي، لازم نفرغوها مباشرة من قبل ما تعقد معنا لأنه راهي فيها النشا. نفرغ لهم هكذا شوية شوية لأنه مازال عندنا طبقة واحدة أخرى نحطوها من الفوق. بعد ما عمرت لي فيغين ديالي ندخلهم للثلاجة واحد 10 دقائق برك حتى تماسك هاد الطبقة هذه، ونشوفو دوك نروحو مع بعض نحضرو الطبقة الثانية. الان نروحو للتزيين. للتزيين عندي حبات من الفراوله، يعني ماشي كميه كبيره اللي نحتاجوها، راح نقطعوها هكذا الى مكعبات يكونوا صغار هكذا بهذا الشكل هذا، يعني ما تحتاجوش هنا كميه كبيره، وتقدروا تغيروا في الفواكه كيما تحبوا، ولا تقدروا ديروا حتى مزيج بين الفواكه. عمل نفس الشيء مع الموز، حتى هو نقطعوا الى مكعبات يكونوا صغار بهذا الشكل هذا، ونحطهم في وعاء. الموز من الاحسن نعصروا عليه عصره ليمون هكذا باش يبقى محافظ على اللون ديالو، ما يتاكسدش معانا، ما يوليش كحل في التحليه، يبقى لونه دائما شباب. نخلط هكذا، خرجت لي فيغين ديالي من الثلاجه، ونحط لهم هاد الفواكه من الفوق، نحطوا طبقه منها نوزعوها هكذا مليح. نعمل نفس الشيء مع الفراوله، نحط طبقه منها فوق هذيك الطبقه الاولى. نخليهم هكذا تكوتي، ونروحوا نحضروا الطبقه اللي تجي من الفوق. باش نحضروا الطبقه اللي من الفوق نحتاجوا الى نص لتر تاع الماء، ونحتاجوا الى علبه فلون ذوق لافاني. في الكاسرونه ديالي راح نحط نص لتر هذيك تاع الماء، نزيد عليها علبه تاع الفلون تقريبا 50 غرام. اللي عندهم فلون تاع الميزان ديروا زوج مغارف كبار يكونوا معمرين مليح. نخلط ونحط الكاسرونه ديالي فوق النار حتى توصل للغليان. الخليط هذا وصل للغليان خلاص، الان نطفي عليه وهو سخون مباشره نقسمه على 2،
نحاول يعني ندير نفس الكمية منا ومنا. بعد كل جزء نزيد له المعطر ديالو، كيما هذا تاع واحد راح نزيد له عطر تاع الموز باش نزيدو يعني بلوس دو غو. وهذا اللي هنا نزيد له عطر تاع الفراوله باش نتحصل على هذاك اللون يكون احمر شويه. طعم ونخلط هذا ثاني باش يسهل عليا نفرخهم. راح نفرخهم في هذا الوعاء هذايا. هنا لازم قبل ما يجبد الفلون ديالنا هذا تاع الموز نفرغه فوق تاع الموز. نحاول نسقى مليح هذاك الموز من الفوق. للتزيين حنزين بغبرة الشانتيي، عندي هنا نص كاس غبرة الشانتيي نحطها في وعاء. نحط عليها اقل من نص كاس تاع الماء يكون بارد ولا حليب يكون بارد. يعني انا ما درتش طون بورتون باش هاد لا كريم شانتيي ديالنا كي نطلعوها تجي شاده روحها وتجي شابه بزاف. نضربوها بلو باتور هاي ديك الكريمه اللي نتحصل عليها تكون شاده روحها تكون عاقده شويه. دوك نحطها في اون بوش ونروحو نشوفو التزيين تاع هاد التحليه ديالنا. والتزيين ناخدو حبات تاع الفراوله نقطعهم هكذا بالطول الى الشرائح ونزينوهم من الفوق هكذا بهذا الشكل هذا. طبعا انا نوري لكم اللمسه ديالي وانتوما كل وحده تزين على حساب الذوق ديالها. نديرهم كامل هكذا دايرين فوالا بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي تاع التحليه ديالنا لي فيغين ديالنا اللي جاوا كما راكم تشوفوا الشكل ديالهم راقي رغم بساطه المكونات اللي عملناها لداخل. بالنسبه للتزيين والديكور يبقى اختياري. كما شفتوا انا استعملت برك اون غوزاس من غبره الشانتيي باش نكسر شويه هذاك اللون من الفوق. بالنسبه للفواكه كذلك اللي استعملتها ممكن تغيري تستعملي اي فاكهه عندك، تحبي ديري تفاح تحبي ديري كيوي. اذا كان كذلك درتيها غير بالفراوله ما كان ما ديري هذاك الكيس تاع فلون فاني ديري كيس تاع فلون فراوله. نفس الشيء الا كان درتيها غير بالبنان، الا كان عندك فلون بنان ديري فلون بنان وما ديريش هذاك تاع لافاني. هكذا بهالطريقه راك راح تستغني كامل على هذوك لي كولورون ولا على لاباتاغوم اللي استعملتهم انا. يعني انا درت برك كيس واحد تاع لافاني عطرتهم هكذا كيما نقولوا باش ما نخسروش بزاف. دونك كيس واحد استعملت به لي دوغو. وهذا هو الشكل ديالها، يعني هذه نقدموها بارده يعني تجي هايله في السهرات الرمضانيه في الايام الصيفيه خاصة هكذا في رمضان، يعني راهي رايحة تبرد وتمسح على القلب. هذا هو باش نقول لكم الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم صحة صيامكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.